بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيك العافية. في حد عنده سؤال أو استفسار فيما يتعلق بالمحاضرات السابقة؟ بالنسبة للكويز راح يكون موعده إذا زي ما اتفقنا بكرة إن شاء الله يوم الثلاثاء 3/8 من الساعة 9 إلى الساعة 9:30 مساء. مدة الكويز 5 دقائق، 5 أسئلة سهلين إن شاء الله نكون نتغلب فيهم. طيب دكتور، هيكون في الكويز في مسائل؟ لا ما في مسائل، ما في كونسبتس بس مفاهيم يعني. أوكي. طبعا الجزء اللي داخل بالكويز اللي هو المايكروميريتكس، تمام تمام دكتور. طيب نكمل مكان ما توقفنا المرة الماضية. إذا كنا نحكي المرة الماضية عن الميلينج، عن الطحن، واليوم بدنا نحكي عن عملية الميكسينج، الطحن بالصناعات الدوائية. فمصانع الأدوية كلها لازم يكون فيها يعني أكيد إما مط يعني لا يعني إما مطحنة واحدة أو أكثر، إما ميكسر واحد أو أكثر. فعملية الميكسينج عملية مرتبطة بالصناعة، بكل أنواع الصناعات، يعني سواء كان بدنا نصنع تابلتس، بدنا نصنع سيربس، نصنع سسبنشنز، ايمولشنز، الميكسينج كثير ضروري. فإذا بكل الأحوال احنا بحاجة لميكسرز في الصناعات الدوائية. طيب شو أنواع الميكسرز؟ أكيد في عندنا سوائل لها خلاطات، وفي عندنا مواد صلبة باودرز لها خلاطات مختلفة تماما. فإذا رح نحكي عن الخلاطات اللي نستخدمها بخلط السوائل، والخلاطات اللي نستعملها بخلط الباودرز، المواد اللي هي صلبة وموجودة على شكل باودرز. الآن شو تعريف الميكسينج؟ It is defined as the process that results in the randomization of dissimilar particles within a system سواء كان fluid أو solid. إذا عملية الراندومايزيشن هاي of dissimilar particles، يعني عندي أكثر من نوع من أنواع الباركلز، يعني مادة رقم واحد ومادة رقم اثنين two powders، وجيت أنا عملت randomization بيناتهم. العشوائية هاي بالتحريك، هاي العشوائية بنتج عنها خليط متجانس. إذا العشوائية أو الحركة العشوائية ما بين الparticles بالنهاية رح يطلع فيها نتيجة اللي هو الخليط المتجانس اللي إحنا بدنا إياه. يعني أنا بهمني لما أمزج مثلا يعني بصناعة التابلتس، في عندنا الactive ingredient، في عندنا الاكسبيانتس المواد المضافة. هلا بهمني أنا المزيج بالنهاية بعد ما تنمزج كل الباودرز هاي مع بعض، يطلع عندي نسبة المادة الفعالة هي نفس النسبة تبعتها بالفورميليشن. وإذا جيت أخذت عينة من البودرة من أي جهة من الكونتينر، المفروض يطلع عندي نفس النسب لكل انجريديانت في المزيج. هذا بنسميه مزيج متجانس. الآن إذا ما كان هذا المزيج متجانس، بالمشكلة يعني النهائية راح تطلع عندي وين؟ بالحبة تابلت راح يطلع فيها الكونتنت اوف ذا درج، كمية الدواء غير صحيحة. الكونتنت يونيفورميتي بروبلمز تظهر عندنا بالمنتج النهائي. وبالتالي إذا الميكسينج ديفايند از ذا راندومايزيشن اوف ديسيميلار بارتيكلز، بدنا نسبب حركة عشوائية، بدنا نعمل حركة عشوائية داخل السائل أو داخل المادة الصلبة، حتى بعد مدة زمنية معينة من التحريك ينتج عندي خليط متجانس. نحكي عن mixing of fluids، السوائل. Forces of shear are generated by interactions between moving fluids and the surfaces over which they flow during mixing. For Newtonian fluids, the dynamic viscosity is independent on the applied rate of shear. For non-Newtonian fluids, they have an apparent dynamic viscosity that changes with the applied rate of shear. الآن بالسوائل موضوع اللزوج كثير مهم. تذكروا بالصيدلانيات حكينا عن أو أخذتوا عن اللزوجة، أخذنا Newtonian fluids اللي هي fluids that follows or that follow Newton's law of flow، non-Newtonian fluids اللي هي السوائل اللي هي ما بنطبق عليها قانون نيوتن للسوائل.
لحركة السوائل، قانون نيوتنز لو فلو، قانون نيوتن لحركة السوائل أو لتدفق السوائل. الآن إذا بدنا نطلع على النيوتونيان فلويدز زي المية، الووتر is a Newtonian fluid، وبالتالي لزوجة المي 1 سنتي بواز على 20 درجة مئوية بغض النظر عن التحريك. يعني أنت إذا عندك كاسة مي تحركها شوي شوي أو بتحركها بسرعة أو ما بتحركها، لزوجتها دائما على 20 درجة مئوية راح تكون 1 سنتي بواز. إذن اللزوجة لا تتغير مع التحريك. وزيها مثلا زيت الزيتون نفس الشيء، الجليسرين كذلك من اللي هي تعتبر نيوتونيان فلويدز. بينما لو جيت على كريم وحركته راح تلاحظ انه مع التحريك اللزوجه عمالها بتقل، هذا بنسميه شير ثيننج. شير ثيننج يعني مع التحريك لزوجه السائل بتقل. في بعض الاحيان ممكن بعض انواع السسبنشنز مع التحريك بتزيد اللزوجة، مع التحريك بتزيد اللزوجة. فإذا بدنا نعرف شو السائل إن إحنا بدنا. ها دكتور. ها تفضل. عايش بتعتمد إذا بتزيد اللزوجة أو تنقص طبيعة المادة يعني؟ ليش يعني بتزيد اللزوجة؟ في بعض المواد وفي بعض المواد إنها بتقل. نعم بتعتمد على اللي هي هنا بنطلع على الـ 3 dimensional structure، يعني بدنا نطلع على الترتيب للبارتيكلز أو الجزيئات بثلاثة أبعاد. يعني مثلا إذا جينا على جل محلول من أو جل، خلينا نحكي الآن جل بجوز تكون لزوجته مرتفعة شوي، نيجي منحركه بس نحركه بتخف لزوجته. ليش؟ لأنه إذا بنطلع على 3 dimensional structure للجل molecules، جزيئات الجل بتكون مرتبة عاملة لحالها structure معين ماسك اللي هو جزيئات السائل، جزيئات المي ما بيناته، فتكون لزوجة عالية. لما منحرك إحنا منخرب هذا 3 dimensional structure، يعني جزيئات بطل مرتبة بطريقة اللي تزيد اللزوجة، بتصير مرتبة بطريقة اللي تكون اللزوجة فيها قليلة. هذا ليش قلت اللزوجة؟ إذا منغير الـ 3 dimensional structure سواء كان على مستوى الـ particles أو على مستوى الجزيئات، بحيث إنه منخرب الـ structure اللي هو ماسك جزيئات المي أو ماسك جزيئات السائل. فمع التحريك بصير في عنا خلينا نحكي destruction لهذا الـ 3 dimensional structure، فبتقل اللزوجة. ليش بتزيد اللزوجة؟ هلا بعض أنواع suspensions عبارة عن particles معلقة بالسائل، مع التحريك ممكن انه يصير في entrapment لاير بابلز، يعني الهواء بصير يعني بيدخل جوا البريباريشن، ووجود الهواء داخل البابلز هاي داخل البريباريشن ممكن تؤدي الى زياده بالفريكشن، الاحتكاك ما بين البارتيكلز، وبالتالي بزيد عندنا اللي هي اللزوجه. مع التحريك بزيد اللزوجه. نعم. فإذا ممكن نلاقي لها حل، إنه نعمل عملية المزج under vacuum بحيث إنه ما يدخل الهواء داخل الخليط أثناء التحريك، أو ممكن يعني نشوف تكنيكس اللي يعني نمنع دخول الهواء لداخل الـ preparation أثناء التحريك. لكن بالمحصلة النهائية اللزوجة عمالها بتزداد مع التحريك. وضحت؟ مرة ثانية، ليش اللزوجة بتزيد؟ اللزوجة بتزيد ببعض البريباريشنز نتيجة للإنترابمنت أوف إير بابلز، يعني الهواء مع التحريك بيدخل داخل البريباريشن، بيزيد الفريكشن ما بين البارتيكلز، وبالتالي بتزيد اللزوجة. تمام؟ ماشي دكتور. وضحت؟ أوكي. فإذا ضروري نعرف إحنا شو طبيعة السائل اللي إحنا بدنا نمزجه، نحركه. هل السائل اللي احنا نتعامل معاه هل هو يعني نيوتونيان او نون نيوتونيان؟ ما هي لزوجة هذا السائل؟ هل هو سائل خفيف او قوام السائل هذا لزوجته عالية؟ فبدنا نعرف شو نوع السائل بدنا نحركه، بدنا نعرف من حيث اللزوجة، بدنا نعرف كمان اللي هو زي ما حكينا هل هو شير ثيننج، شير ثيكنينج او نيوتونيان، يعني لزوجته بتتغير مع التحريك أو لا. هذا كمان مهم نعرف طبيعة السائل قبل ما يعني نختار نوع الخلاط المناسب.
اختيار نوع الخلاط هنا للسوائل اذا بيعتمد على ايش؟ بيعتمد على لزوجة السائل اللي بدنا نحركه. رقم اثنين بيعتمد على طبيعة السائل، هل هو نيوتونيان او نون نيوتونيان؟ اذا نون نيوتونيان هل هو شير ثيننج او شير ثيكنينج؟ تمام، فاذا هذول يعني مهمات حتى نحدد نوع الخلاط. شو يعني نوع الخلاط؟ هلا رح نشوف انواع الخلاطات اللي عندنا وكيف انه السوائل الخفيفة لزوجتها لها خلاطات معينة، يعني خصائصها مختلفة. طيب شو بصير أثناء عملية التحريك للسوائل؟ شو بصير أثناء عملية الميكسنج؟ يعني أنا بدي أعطيكم example بسيط. كاسة شاي بدك تحط عليها معلقة سكر، فأنت بتحط السكر على الشاي وبعدين بتصير تحرك، لأن ما بيذوب السكر مباشرة بس تضيفه على المي. It takes time to dissolve، ففي dissolution time، هذا الوقت بيعتمد على سرعة التحريك، بيعتمد على يعني واحدة من الأشياء اللي بيعتمد عليها سرعة التحريك. الآن لما تبدأ تحرك، تمام، بيصير في عندنا الآن ميكانيزمز بتؤدي إلى الميكسينج of the solid in the liquid أو ميكسينج of the liquid. خلينا نحكي شو هي هاي الميكانيزمز. كل هاي الميكانيزمز بتكون مجتمعة موجودة خلال عملية التحريك. في عندنا bulk transport. Bulk transport, movement of relatively large portions of the fluid from one location to another. It does not lead to effective mixing. يعني بنحرك أجزاء من السائل كبيرة بالنسبة لبعضها البعض. فإذا ما صار في مزج على مستوى الجزيئات. المزج على مستوى مجموعات من السائل تتحرك بالنسبة لبعضها البعض. ولذلك it doesn't lead to effective mixing. لأن شو الحل؟ الحل علشان نحسن من الميكسينج انه احنا نعمل تيربولنت فلو. ما بدنا حركه منتظمه داخل السائل، بدنا حركه عشوائيه اكثر. حركه يعني تيربولنت فلو يعني الفلويد فيلوسيتي، سرعه السائل متفاوته، يعني راندوم فلكتويشن اوف فلويد فيلوسيتي ات اني جيفن بوينت. This produces randomization in fluid particles in which results in effective ميكسينج. تيربولنت فلو بيؤدي الى تحريك جيد وممتاز وفعال. ليش؟ لانه بالتيربولنت فلو بصير في عندنا عشوائيه بالسرعه تبعت السائل، بتؤدي الى يعني اجزاء من السائل تكون سرعتها عاليه واجزاء جنبها سرعتها بطيئه، فهذا بيؤدي الى تداخل السائل ببعضه وبيؤدي الى مزج جيد. كيف بنعمل تيربولنت فلو؟ وانت بتحرك بالكاسه، بتحرك بالمعلقه جوا الكاسه، تيجي بتحط معلقه ثانيه جنبها. هاي المعلقة الثانية اللي جنبها هاي بتصير زي بفل، زي حاجز. هذا البفل شو بيعمل؟ أو هذا الحاجز جنبه بصير في تيربولنت فلو. تيربولنت فلو بعيق، أو خلينا نحكي بعيق تقدم السائل، بيخليه يعمل تيربولنت فلو عند هاي النقطة. ولذلك الآن الخزانات اللي بيتم فيها عمليات المزج للسوائل قد يكون في داخلها في بفلز، حواجز. هاي الحواجز بتعمل turbulent flow which leads to effective mixing. هلا انت كمان ممكن شو تعمل وانت بتحرك بالكاسة بالمعلقة؟ بتحرك بسرعة، بتكون عندك زي الفورتكس، زي المخروط من السائل. شو بتعمل؟ طبعا هذا يعني مش كثير فعال بعملية المزج، فشو بتعمل؟ بتروح فجأة بتوقف المعلقة او بتعكس اتجاه التحريك. هذا بيؤدي الى turbulent flow، بيؤدي الى مزج جيد للسائل. Laminar flow, also known as streamline flow, usually occurs in gentle mixing or when the fluid is highly viscous. Long duration of mixing time is required to reach effective mixing. يعني هاي يعني زي لما تحرك انت بالمعلقة ويتكون عندك هذا المخروط من السائل، هذا يعني هذا بنسميه اللي هو يعني laminar flow. يعني عندك streams of the fluid تتحرك بالنسبة لبعضها البعض، يعني مش عماله السائل بنمزج كله بالنسبة لبعض البعض، عماله بيتحرك ممكن بأجزاء العلوية سرعتها مختلفة عن الأجزاء السفلية من السائل، لكن كله عماله بدور مع بعضه، بحاجة لوقت طويل حتى نحصل على مزيج جيد. ولذلك المفروض أنه يكون في turbulent flow يسرع من عملية الميكسينج. Molecular diffusion, diffusion resulting from the thermal motion of molecules which has a rate that depends on the diffusion coefficient of the molecules in the fluid.
the area of diffusion and the concentration gradient. يعني يكون في عندك كاسة فيها مي تيجي بتحط عليها معلقة سكر ما بتحرك تتركه. مع الوقت السكر هذا بدون تحريك هو لوحده رح يذوب بالمي لكن بحاجة لوقت طويل. كيف بيذوب؟ by diffusion, by molecular diffusion. يعني المادة الصلبة بتطلع من البارتيكلز ممكن السكر بيطلع بتحول لسكر بالمحلول وبعدين بصير الديفيوجن داخل السائل by molecular motion أو molecular diffusion بنسميه بيعتمد على concentration gradient بيعتمد على عوامل ثانية كمان موجودة بالسائل. فإذا الأربعة ميكانيزمز هذولا بيؤدوا إلى عملية الميكسينج. أفضل شيء أن نكون منتبهين للتيربولنت فلو بعملية الميكسينج حتى ينتج عنا يعني خليط متجانس. Example عنا مثلاً على الميكسينج أوف فلويدز بالصناعات الدوائية تحضير السيربس للأطفال، تحضير الشرابات للأطفال. الشراب عبارة عن سوليوشن وبالتالي عملية مزج المادة الفعالة قد تكون بودرة على الأغلب نضيفها على المي ونضيف other ingredient ونعمل تحريك ومزج بشكل جيد فعملية التحريك بتتم خلالها هاي الميكانيزمز اللي حكينا عنها. في حد عنده سؤال أو استفسار؟ إيش الإكويبمنت اللي مستخدمها للخلاط يعني الخلاطات كيف أشكالها بتكون؟ طبعاً بجوز أنتم بالمطبخ بتشوفوا أشكال الخلاطات اللي يعني في خلاط البراون هذا اللي بيكون إيد يعني تدخل جوا السائل وبتحرك شفرة صغيرة بتدور بسرعة. هاي الشفرة بنسميها إمبيلر لأن هاي الإمبيلر شكلها متفاوت شكلها متفاوت. إذا كان السائل لزوجته قليلة بتكون الشفرة صغيرة وبتدور بسرعة عالية. الآن إذا كان السائل لزوجته أعلى ما بينفع نحركه بشفرة صغيرة لازم تكون الإمبيلر كبيرة والسرعة ممكن تكون أبطأ. لما تكون لزوجة عالية بدك سرعة أبطأ لكن في قوة لأنه في يعني في ضغط رح يكون على الماتور كبير فبيكون يعني سرعة المزج مرتبطة مع شكل الخلاط ولزوجة المادة اللي بدنا نعملها ميكسينج. كمان إذا المادة لزوجتها بتتغير مع التحريك بنضطر نغير سرعة الخلط أو نوع الخلاط. مرات ممكن لزوجة بتقل مع التحريك وبالتالي ممكن نغير من سرعة التحريك أو ممكن ننقل المادة إلى خلاط ثاني. يعني بيعتمد إذا اللزوجة مهم كثير في عملية اختيار الخلاط المناسب للسوائل. الاير جيتس تيار هواء بيدخل جوا السائل وبيؤدي إلى عملية الميكسينج. الفلويد جيتس تيار من السائل بيكون تحت يعني بامب بتضخ السائل بتعمل له سيركوليشن. عملية السيركوليشن هاي للسائل تحريكه داخل البامب وترجيعه للفيسل تؤدي إلى عملية مزج. وجود البافلز حكينا عنها هاي مهمة. البافلز بتؤدي إلى تيربولنت فلو هي عبارة عن حواجز بتكون على جوانب الداخلية للوعاء للفيسل وبتم يعني وجودها هاي بيساعد على أنه يؤدي إلى تيربولنت فلو أثناء الميكسينج. Continuous mixing produces uninterrupted supply of freshly mixed دكتور بس إيش ثاني مرة الاير جيتس؟ الاير جيتس تيارات من الهواء يعني بالهواء يعني بنحرك باستعمال compressed air بيدخل على الليكويد وبحرك السائل بهاي الطريقة. زي الفلويد جيتس بس هون بدل ما نكون حاطين سائل بالبامب بيكون الهواء نفسه compressed air بينضغط وبيدخل جوا البريباريشن. دخول الهواء وخروجه بيؤدي الى عمليه ميكسينج. هلا بالصناعه انت ما راح تلاقي يعني الاغلب الاكثر شيوعا الامبلرز اللي هي الخلاطات العاديه اللي يعني بنستعملها بالصناعه لكن ممكن يكون في اير جيتس فلويد جيتس وأكيد البافلز زي ما حكينا. Continuous mixing produces uninterrupted supply of freshly mixed material and continuous mixing هذولا batch mixers. الباتش ميكسرز يعني في عنا vessel tank وحاطين فيه ممكن الخلاط فراشة الخلاط بتكون جوا والخلاط بتكون من برا
أو ممكن بطريقة معينة إذا بدنا نعمل air jets أو fluid jets، يعني موصول التانك هذا تبع السائل اللي بيتعبى فيه السائل، بحيث إنه يتم عملية الميكسينج one batch at a time اللي هي سعة الخزان. بس نخلص تحريك بتفضل الخزان وبعدين نبدأ batch جديد. Continuous mixing لا، مستمر، بنكون حاطين المواد خلينا نحكي في لهم مسارات معينة، الingredients اللي بنعملها ميكسينج، والمسارات هاي بتلتقي مع بعضها البعض وبتتم عملية الميكسينج. هذا continuous مستمر، ما دام المسارات هاي معبية بالingredients راح ينتج عندي بالمسار النهائي محل ما بيلتقوا المزيج مستمر، فنسميه continuous mixing. أوكي، إذن الآن نحكي عن الميكسينج of solids، مزج المواد الصلبة. الميكسينج of solids بيختلف عن الميكسينج of liquids. solids التعامل معها نوعا ما بالخلط أصعب، لأنه powders are non-homogeneous systems مقارنة مع solutions. مثلا solutions are homogeneous systems، لأن لما نيجي نعمل مزج للمواد الصلبة أو للparticles of powders، في عنا بعملية الميكسينج في forces result in movement of adjacent particles or group of particles adjacent to each other، اللي هي في اللي يعني بالخلاطات معتمد على الجرافيتي، على الجاذبية، بحيث إنه تصير الباودر تتحرك بالنسبة لبعضها البعض الparticles. لكن في معيق لعملية الحركة هاي اللي هي forces that tend to hold neighboring particles in a fixed relative position، يعني زي قوة تجاذب أو قوة احتكاك فريكشن ما بين البارتكلز بتعيق عملية التحريك. إذا أنت جربت تحط مثلاً بكاسة نصها ملح ونصها سكر وتجرب بالمعلقة تحركهم، يعني صعب جداً أنك توصل لمزيج متجانس. إحنا بالمختبرات ممكن بطريقة بسيطة أنه نعمل مزج للباودرز، نجيب كيس نايلون، بنحط two powders مثلا، بدي امزج two powders بحطهم بالكيس، وبعدين بخلي جزء كبير من حجم الكيس هواء وبسكره زي البالون يعني بصير، وبعدين يعني حجم البودره جوا المساحه هاي او الحجم هذا بتكون يعني تقريبا مش اكثر من 40-50% من حجم الكيس او هذا زي البالون بصير. نبدا نحرك، نعمل tumbling، نحرك اللي هو البودرة جوا هذا الكيس، بحيث إنه البودرة بتتبعثر وترجع تتجمع، تتبعثر وترجع تتجمع، حتى أقدر أوصل لميكسينج على البارتيكل ليفل. يعني لو أنا مزجت 100 بارتيكل مع 100 بارتيكل بشكل جيد، إذا أخذت 2 بارتيكلز من المزيج المفروض واحدة منهم تطلع للمادة الأولى والبارتيكل الثاني من المادة الثانية، إذا المزيج متجانس. في عنا عدد من الـ variables affecting mixing of particles. إنه إحنا إذا بدنا نمزج مثلاً two powders مع بعضهم البعض، يفضل إن يكونوا هذول two powders particle size distribution إلهم متجانس أو متشابه. ما بنفع أجي أمزج powder particle size فيها مثلاً 50 micrometer average مثلاً مع powder particle size average إلهم 150 أو 200، رح يكون صعب إني أوصل لمزيج متجانس لأنه في اختلاف بالبارتيكل سايز. فهاي ممكن يعني تكون من الأشياء اللي لازم نطلع لها بالفورميليشن، نحاول تكون البارتيكل سايزز عندنا متشابهة للإنجريدينتس اللي بدها تدخل بالفورميليشن، أو ممكن نضطر نعمل سايز ريدكشن ميلينج ونقلل السايز حتى يطلع عندي الأمور يعني متجانسة. وزي ما حكيت لكم، إذا كان الخليط ما طلع متجانس راح يؤدي إلى content uniformity problems بصناعة التابلتس مثلا، فلذلك لازم يكون الخليط متجانس حتى يطلع عندي كل حبوب كمية الاكتيف انجريدينت فيها الكونتنت فيها متجانس. بارتيكل دنسيتي كمان بتأثر على الميكسينج اوف سوليدز، لانه احنا راح نخلي الباودر تتأثر بالجاذبية، والجاذبية طبعا بتأثر عليها الكثافة. اذا كثافات الباودرز مختلفة، نحكي هنا يعني عن true density أكثر شيء، ممكن هذا يؤدي إلى حدوث مشاكل بالميكسينج.
particle surface roughness هاي يعني ما بنقدر نعمل شيء اذا البارتكلز بطبيعتها خشنه بتزيد من الفريكشن ممكن نحتاج لوقت اطول حتى نحصل على ميكسينج يعني جيد البارتكل شيب يفضل انه يكون البارتكلز شكلها متجانس اللي بدنا نمزجها مع بعضها البعض هذا بيساعد على انه نحقق ميكسينج جيد بوقت زمني اقصر شو بصير اثناء عمليه الميكسينج للسوليدز في عندنا convective mixing و shear mixing الآن خليني أنا أحكي لكم كمان example لو جبنا مثلا powder جبنا كاسة وحطينا فيها بودرة مثلا للفل كملنا يعني الكاسة يجمع بينها بالكامل بالباودر وبعدين جينا سكرنا الكاسة ممكن سكرناها يعني طريقة محكمة وبعدين قلبنا الكاسة وظلينا نقلب بالكاسة رح تلاحظ انه البودره باقي في مكانها ما بتتحرك ما بتتقلب عمال ليه؟ لانه ما في حجم فراغ بالكاسه اللي تتحرك فيه البودره يصير فيها ميكسينج فاذا مشان هيك احنا دائما الخلاطات هاي للباودرز يعني جزء كبير من حجم الخلاط بيكون عباره عن هواء فاضي علشان يتم التحريك داخله فكيف بتحرك إذا في عنا convective mixing involves moving of relatively large mass of material from one part of the powder bed to another تحريك مجموعات من البودرة مجموعات تتحرك بالنسبة لبعضها البعض وبتتم عملية تداخل ما بين هاي المجموعات طبعا الأكثر فعالية اللي هو shear mixing طبعا إحنا بنعمل mixing الاثنين بصيروا convective والshear shear mixing planes of powder slip against each other within a particulate mass. لأن هنا اللي هي خلينا نحكي المسطحات من البارتيكلز بتصير تتداخل بالنسبة لبعضها البعض وهذا التداخل بيؤدي إلى ميكسينج جيد. Shear mixing leads to diffusion of particles اللي هو interparticulate motion. فإذا باختيارنا للخلاط لازم ننتبه إنه يكون الخلاط عنده هاي القدرة إنه هو فعلا حركته مناسبة اللي توزع الباودر وتعملها مزج بشكل جيد برضو كمان ننتبه انه حجم الخلاط جزء كبير منه ممكن 50% او 60% من حجمه يظل فاضي وبالتالي فقط الجزء المتبقي هو اللي بيكون معبأ حتى يتم عملية ميكسينج بشكل جيد الإكويبمنت اللي عندنا نستخدم بالميكسينج عندنا الباتش ميكسرز اللي هي الخلاطات منها التامبلينج ميكسرز اللي هم شايفين هاي الرسمة هنا فيها ثلاث أشكال من التامبلر ميكسرز عندنا أو تامبلينج ميكسرز عندنا الفي شيبت شوف كيف شكله زي الفي في عندنا كيوب شيب شكله زي المكعب وفي عندنا سيلندريكال شيب الآن بالمختبر إذا حد انتبه في عندنا هذا اللي هو الشكل اللي هو الكيوب شيب ميكسر مكعب طبعا كل هذول بيكونوا مصنوعين من الستينلس ستيل مقاوم للصدأ بدرجه عاليه اللي هو من نوع بسموه 316 ال كحد ادنى مقاوم للصدأ ومقاوم للمواد الكيميائيه فبكون يعني الماده متلامسه مع هاي مع سطح اللي هو الستينلس ستيل شوف كيف هذا الفي شيب مثلا بدنا نعبي بنعبي 40% من حجمه يعني فقط هذا الجزء السفلي هذا الفي شيب الان على شكل رقم 7 بالعربي لما بيدور هذا محور الدوران طبعا ننتبه انه هم الرسمه هون مبين انه هذول الثلاثه متصلين مع بعض بس هذا فقط للتوضيح اما احنا ممكن يكون عندنا فقط هذا الفي شيب لحال او الكيوب لحال او السلندر لحال مش بيكونوا متصلين مع بعض زي هيك فاذا عندنا الفي شيب هذا لوحده بيكون طبعا بنعبي البودره فيه بنعبي 40% مثلا من حجم الخلاط بالبودره لأن هو على شكل رقم 7 بالعربي لما بلف 180 درجة شو بصير الشكل 8 بالعربي بنقلب البودرة شو بصير فيها البودرة بتتوزع على الجهتين جزء بيروح على هاي الجهة وجزء بيروح على هاي الجهة لما يقلب بعدين لما يرد يرجع يقلب كمان 180 درجة بترجع البودرة تتجمع مع بعض بعدين يرد يرجع يقلبها ويرد يرجع يجمعها وهكذا هذا الفي شيب very nice very effective يعني ميكسر بخلط بشكل جيد بخلي البودرة تتوزع بشكل مناسب هلا ممكن إحنا زيادة على ذلك شو نعمل يكون في عنا هنا بالبار بالوسط
بيكون في زي فراشات صغيرة بتدور بتساعد على عملية التحريك. إذا هاي التامبلينج ميكسرز بأشكالها for mixing of powders. في أنواع ثانية من الميكسرز عندنا السكرو بادل أور بليدز. هذولا الميكسينج اوف ويت ماسز، تذكروا حكينا بالصناعية عن الجرانيوليشن والويت جرانيوليشن وكيف نستخدم خلاطات بتكون عجانات سميناها عجانات. هاي بتكون الفراشة فيها كبيرة اللي بتحرك سرعة دوران بطيئة علشان تعمل يعني ميكسينج لسائل لزوجته راح تكون عالية، اللي هي احنا بنبدأ ببودرة بس بنضيف عليها الجرانيوليتنج فلويد، فبتصير اللزوجة عالية جدا بحاجة لخلاط قوي وفراشته كبيرة حتى يوصل لكل أجزاء الويت ماس. فبرضو في عنا إذن هاي بنحطها من ضمن الإكويبمنت الميكسينج والسوليدز. هاي كلياتها باتش ميكسرز. الباتش يعني إنه أنا بعبي، هلأ بعبي أنا الكمية اللي عبيتها جوا الميكسر هاي بون باتش، تنتقل على المرحلة اللي بعديها بتضلها هي ون باتش. إذا عبيت إشي جديد بهذا الميكسر بصير باتش ثاني. أوكي، إذا التشغيلة، تعريف التشغيلة إيش هو؟ التشغيلة هي الكمية من المنتج التي تعرضت لنفس الظروف في نفس الوقت خلال عملية الإنتاج. شو تعرضت هاي الكمية لظروف، هاي بنسميها إيش؟ باتش. فشو الظروف هنا؟ ظروف ميكسينج. إذا هاي الباتش بس تنتقل على المرحلة اللي بعديها، بتنتقل كلها كمجموعة واحدة، نرجع منعبي مرة ثانية بصير باتش ثاني وهكذا. فإحنا المفروض نكون عارفين ساعات الأجهزة اللي عندنا وقدراتها، بحيث إنه الباتش الواحدة نكملها من ماكينة لماكينة حسب إمكانيات الماكينات اللي عندنا. الكونتينيوس ميكسرز ما في يعني زي هيك، لا هو مستمر. ما دام أنت بتغذي الهوبرز بيظل الميكسينج مستمر. كيف بيشتغل الكونتينيوس ميكسرز؟ بيكون في عندنا عدد من الهوبرز، ممكن يكون 1 2 3 4 5 هوبرز. الهوبرز هاي بحط في كل واحد منها ingredient، الactive ingredient بحطه بواحد من هاي الهوبرز، الثاني بحط فيه excipient، الثالث كمان excipient، الرابع كمان excipient، والخامس كمان excipient، كله بودرة طبعاً. الآن الهوبرز هاي موصولة مع بعضها البعض، وفي يعني زي delivery system، طريقة تنقل البودرة بكميات مقاسة. يعني أنا ببرمج الجهاز إنه بدي من الactive ingredient 10% من المزيج، والإكسيبيانت الأول مثلاً 20%، الإكسيبيانت الثاني مثلاً 30%، وهكذا. ببرمج الماكينة، بتصير الماكينة تسحب من البودرة حسب تركيز كل بودرة، وتمزجهم الماكينة مع بعضهم البعض وتطلع لي إيش؟ مزيج المفروض إنه متجانس. ما دام الهوبرز هاي مغذية ومعبية، بيظل continuously في عنا في supply من الميكسترز. الآن هاي الطريقة ممتازة وأدمجوها مع الدايركت كومبريشن. تعرفوا دايركت كومبريشن، منجيب البودرة منمزجها منحطها بالخلاط نخلطها، بعدين نأخذها على التابلت ماشين نكبسها بطلع عنا تابلت باي دايركت كومبريشن. الآن مزجوا الطريقتين هذول مع بعض، بحيث إنه الميكسر والكومبريسر أو الدايركت كومبريشن يكونوا مع بعض بخطوة واحدة، فصار اسمها continuous direct compression operations. الماكينة فيها هوبرز بعدد الاكسيبينتس والاكتيف انجريدينتس، ومنحط في كل هوبر المادة المطلوبة، ومنبرمج الجهاز على النسب. الخلاط بيأخذ من كل هوبر بالنسبة المطلوبة، بيمزج وبعدين بيأخذ على منطقة الكمبريشن، تنكبس البودرة وتحول لتابلت. فبهاي الماكينة بنختصر خطوة الميكسينج، اسمها continuous direct compression operation. المشكلة اللي ممكن تظهر عندنا هون اللي هي content uniformity، انه هل المزج تم بطريقة جيدة او المزج تم بطريقة مش مناسبة. هل فعلا الجهاز عنده قدرة انه يأخذ الباودر بشكل يعني متجانس حسب النسب المطلوبة؟ هل المزج جيد؟ هنا بيكون في عندنا طبعا monitoring inline monitors، ممكن اجهزة قياس داخل يعني الخطوط بتقيس لي كم كمية أو نسبة الأكتيف إنجريديانت أو الإكسيبيانت في المزيج. تمام، حدا عنده أي سؤال أو استفسار؟ إحنا هيك بنكون كملنا الميكسينج.
كنا نحكي عن موضوع الـ Good Manufacturing Practice الـ GMP. ضايل معي أنا حوالي 4 دقائق، فإذا في حدا عنده سؤال أو استفسار برجع بذكركم بالكويز. ضروري جدا تحضروا الكويزز، اللي ما بيحضر صفر، ما في تعويض للكويزز. ويعني اللي حاضر يبلغ أو يعني يعلم الغائبين إنه الكويزز ما في ميك أب لها، واللي بياخد صفر بالكويز ما بقدر أعمل له إشي، رح يظل صفر حتى لو كان خريج. طيب الكويز أنا أوريدي نزلته، فرح تشوفوا موعده على منصة الاختبارات. موعده من 9 لـ 9:30 مساء بكرة، مدته 5 دقائق إن شاء الله، 5 أسئلة سهلة على الميكروميريتكس. طيب ما رح تنزل لنا واجبته؟ نعم ما رح تنزلنا assignment؟ لغاية الآن ما في assignments، لغاية الآن ما في assignments، لكن إن شاء الله يعني لاحقا رح أعطيكم assignment. نعم رح أعطيكم assignment، وبجوز أخلي عليها 10 علامات كمان، يعني برضو كمساعدة يعني بعد المد. يعني بعد المد؟ نعم بعد المد. طيب نحكي يعني عن الـ Good Manufacturing Practice. انضايل معي دقيقتين. الـ GMP يعني هلا خلينا نحكي يعني شوية، بدنا نطلع من الماكينات والميكانيزمز وكيف الأشياء بتشتغل، ونحكي شوية تعليمات تربط الصناعة الدوائية. وحقيقة يعني هذا التوبيك مهم كثير، يعني ما في مصنع أدوية بإمكانه أنه يصنع بدون ما يكون ماخذ موافقات على الـ GMP، على الـ Good Manufacturing Practice Guidelines. ولو أنه أنتوا هذا الموضوع رح يتغطى بمساق اللي هو الرقابة الدوائية، لكن الرقابة الدوائية هو مساق إلكتف اختياري، يعني ممكن حدا فيكم يتخرج من دون ما يأخذ هذا المساق، وبالتالي لازم تعرفوا شو المقصود بالـ Good Manufacturing Practice، لازم تعرفوا ايش هي هاي التعليمات ولو بشكل مبسط. وفعلا انا راح اعطيكم اياها بشكل مختصر جدا، يعني ممكن بمحاضره واحده فقط نحكي عن الجي ام بي جايدلاينز علشان تعرفوا كيف مصانع الادويه بتشتغل والتعليمات اللي بتحكم مصانع الادويه، حتى نضمن انه المنتج النهائي يطلع بجوده عاليه، فينيشد برودكت يطلع بهايست كواليتي بوسيبل. طيب أنا ضايل معي دقيقة، ما رح أبدأ الآن. اللي بحب أنا هيك خلاص يعني رح أنهي المحاضرة. إذا حدا بحب يسأل بإمكانه يبقى معي بالمحاضرة لنهاية الدقيقة، اللي بده يغادر بإمكانه يغادر. يعطيكم العافية.